في خبر مفرح ومؤلم في آن واحد، أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرا من قطاع غزة، وذلك بعد اعتقالهم في ظروف قاسية وتعريضهم للتعذيب والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية وسط مطالبات حقوقية مستمرة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون من انتهاكات جسيمة داخل السجون الإسرائيلية. رغم الإفراج، فإن الأسرى المفرج عنهم يواجهون الآن تحديات كبيرة للتكيف مع الحياة، حيث يعانون من آثار نفسية وجسدية خطيرة جراء التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها. لنشاهد اللحظات الأولى بعد الإفراج عنهم. كم ثانية هذا صار مقاسيين؟ Thank you.